مقارنة بين الذرة الأمريكي أو النيبالي وبين الذرة الهندي من حيث الكلام ومن حيث السعر ومن حيث التفريخ من حيث كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم محبي الطيور. النهاردة حابين نتكلم عن الذرة الأمريكي، وليه أسعار الذرة الأمريكي بتكون مرتفعة جدا وليه أسعار الذرة الهندي بتكون رخيصة، وإيه الفرق بين الذرة الهندي وبين الذرة الأمريكي، وإيه الأسهل في التفريخ، وإيه مميزات الذرة الهندي وعيوبها، وإيه عيوب الذرة الأمريكي. تعالوا بنا الأول، وقبل ما نشغل الفيديو وقبل ما نكمل الفيديو جهز معايا كوباية الشاي، وطبعا ما تنساش تعمل اشتراك بالقناة وكمان تعمل لنا لايك عشان توصل الفيديو دوت لكل الناس. أول حاجة بالنسبة للفرق بين الذرة الهندي والذرة الأمريكي، طبعا احنا بنقول ان الذرة الهندي بيكون حجمها قليل زي ما احنا شايفين كده في الصورة، مقارنة طبعا بالحجم الكبير للذرة الامريكي. الذرة الامريكي بيكون منقارها كبير زي ما احنا شايفين، وبيكون طبعا طولها اطول، يعني مثلا متوسط الذرة الهندي من اول الرأس لاخر الذيل بيكون طبعا بيكون يعني فيما يقرب من 20 سنتي، بينما الذرة الامريكي بتصل الى 45 سنتي، يعني معاك طول كبير جدا. بالنسبة طبعا للحجم، طبعا حجم الذرة الأمريكي بيكون كبير، جسمها كبير وطبعا منقارها ويعني ورأسها حتى بنلاحظ الايه الحجم كبير جدا، في فرق كبير طبعا. طيب بالنسبة بقى للذرة الأمريكي، يعني العلامة اللي هي الواضحة زي الشمس، يعني بدون ما تشوف الحجم وتشوف الكلام ده كله، العلامة اللي بتفرق بين الذرة الهندي وبين الذرة الأمريكي طبعا بنشوف بقعتين، يعني بقعتين حمر على كلا الجناحين، يعني زي ما احنا شايفين كده بنلاحظ ان في اهو بنلاحظ ان في يعني ايه في حمار على كلا الجناحين دوت، يعني بيدل دلالة واضحة على ان دوت ذرة أمريكي. طبعا لما نيجي نشوف اسعار الذرة الهندي واسعار الذرة الأمريكي بنلاحظ ان الذرة الهندي، طبعا الذرة الهندي بيعمل النهارده 100 دولار، 100 دولار يعني بتعادل 4000 جنيه، 4000 جنيه. طبعا احنا عندنا في مصر الان، يعني انا بتكلم الان، ان سعر الدولار بيتراوح يعني من 40 جنيه او 39 جنيه، يعني مثلا نقول ان هو 40 جنيه، يعني كده القص بيعمل 100 دولار، القص الشغال الكبير بيعمل 100 دولار، والفرد الواحد بيعمل 50 دولار، وال100 دولار في مصر بتعدل 4000 جنيه. طيب بالنسبة بقى لسعر الذرة الأمريكي، الذرة الأمريكي بتعمل النهاردة سعرها يعني في حدود 300 دولار، يعني من أول 300 دولار القص الشغال يعني الذكر والأنثى بيعملوا في حدود يعني 300 دولار، ده طبعا أقل حاجة، يعني أنا بتكلم دلوقتي أقل يعني سعر. طبعا الأسعار دي بتتفاوت، الأسعار بتتفاوت، خلي بالك أنا بتكلم دلوقتي في يعني في 2023، يعني أنت ممكن تروح تجيب مثلا طبعا فرد تأكيل يدوي ب 8000 جنيه، يعني بما تعادل 200 دولار، يعني لو أنت جايب مثلا فرد تأكيل يدوي ده طبعا بيكون غالي، بخلاف طبعا التفريخ. يعني لازم نفرق بين سعر التأكيل اليدوي، طبعا الفرد اللي هو بيكون متدرب وبيكون متأكل تأكيل يدوي ده بيكون سعره غالي جدا، بخلاف طبعا الزوج اللي هو بيكون متوحش بيكون لم يتم تدريبه، احنا بنستخدمه فقط يعني من أجل التفريخ والإنتاج ولا يصلح للتدريب او ان هو يستطيع الكلام، لان هو طبعا وحشي لا يستطيع الايه، لم يتدرب ولم يتعود على رؤية الانسان. فطبعا سعر التفريخ بيكون رخيص، اما سعر يعني الفرد اللي هو بيكون تم تأكيله تأكيلا يدويا ده بيكون غالي جدا، يعني ممكن الزغلول او الفرخ الصغير ممكن يصل الى 200 دولار، يعني بما يعدل اقل حاجة طبعا بما يعدل 8000 جنيه. وقد يصل الزوج اللي هو من الذرة الأمريكي للزوج الشغال إلى 400 أو إلى 500 دولار، يعني بما يعادل 18000 في الحدود ديت. يعني أنا بتكلم الوقت وإحنا في سنة 2023. طيب بالنسبة للتسويق، طبعا التسويق يعني البيع والشراء، طبعا الذرة الهندي بتكون كويسة جدا في البيع، يعني مجرد ما أنت بتعرض الزغاليل سواء أنت بتعرضها على النت أو بتعرضها في السوق، طبعا الزغاليل ديت
بتتشرى بسرعه جدا لانها بتبقى مطلوبه، وبالذات طبعا لو كانت الزغاليل او الفروخ تم تاكيلها تاكيلا يدويا، ده طبعا بيكون يعني ايه بيسرع جدا في عمليه البيع. من حيث بقى الكلام، ايه الفرق بين الدره الهندي وبين الدره الامريكي من حيث الكلام؟ طبعا احنا عندنا الدره الهندي يعني قدرتها على الحفظ محدوده، قدرتها على الحفظ محدوده، يعني ممكن تحفظ مثلا 5 كلمات 6 كلمات 7 كلمات، لكن ما تقدرش يعني البغبغاء دوت ما يقدرش يحفظ اكتر من كده. بخلاف مثلا الدره الامريكي فعنده قدره هائله جدا على الحفظ، وهو الاذكى، وهو الاذكى، وبغبغان حجمه كبير، حجمه كويس، يعني انت ماسك في ايديك بغبغان كبير، يعني حجمه كويس جدا وقدرته على الكلام كويسه، وبغبغان اجتماعي. يعني احنا عندنا ايضا من عيوب الدره الهندي ان الدره الهندي بغبغاء كثير الخوف، يعني عنده خوف. يعني لما نحط مقارنه بين الدره الامريكي والدره الهندي بنلاحظ ان الدره الهندي عنده خوف، يعني انت لو دخلت عليهم تلاحظ اضطراب شديد جدا، بينما الدره الامريكي اكثر اجتماعيا. عشان كده بنلاحظ ان نسبيا الدره الامريكي اكثر تفريخا من الدره الهندي. يعني الدره الهندي تفريخه بيكون صعب لان هو حيوان يعني ايه بيتلاحظ فيه القلق والخوف، بينما الحيوان كل ما يزداد عنده الامان والشجاعه بتلاحظ ان هو بيفرخ اكتر. فالدره الامريكي نسبيا بتكون احسن في عمليه التفريخ والانتاج. طبعا هي نفس يعني هي برضك موسمي نفس الايه نفس الدره الهندي، وبتبلغ نفس الدره الهندي. يعني الدره الهندي بتبلغ على طبعا الذكر لازم يكون يعني اكبر من الانثى، يعني يكون 3 سنين. هو طبعا بيبلغ على سن 2.5 سنين، بيبقى عنده المقدره على التلقيح والتزاوج، لكن طبعا بيفضل ان هو يكون اكبر من الانثى ويكون بلغ يعني بلغ 3 سنين. ولما يكون بلغ 3 سنين بنلاحظ ان الطوق اكتمل تماما، الطوق حوالين العنق بيكون اكتمل تماما. لما نجي بقى نشوف الانثى، طبعا الانثى بتبلغ قبل الذكر، يعني الانثى مثلا ممكن تبلغ على سنتين ونص بتكون الانثى مستعده للزواج، بينما الذكر احنا بنقول الذكر الافضل انه يكون اكبر من الانثى. لما نجي نشوف الفرق بين الدره الهندي والدره الامريكي، بنلاحظ طبعا في مساله الطوق ان الطوق حوالين ذكر الدره الامريكي بيكون كثيف وبيكون شديد السواد، يعني بيكون واضح جدا زي ما احنا شايفين كده، بينما في الطوق حوالين ذكر الدره الهندي بيكون رفيع، بيكون رقيق. انما الدره الهندي طبعا ايه يعني حجم كبير وحجم ايه وعظمه كده، يعني معاك ايه معاك بغبغان عظمه. طبعا بالنسبه برضك لل التسويق بالنسبه للدره الامريكي بيكون كويس جدا، وممكن الزغاليل تتباع في حدود يعني 5000، وبرضك لهم ايه لهم يعني بسرعه لهم يعني طلب شديد جدا. عامه الدره عامه كويسه جدا. وده فيديو النهارده، ولو انت عايز تربي يا رب تربي الدره الهندي ولا الدره الامريكي، والله بقى كل واحد تبع فلوسه وكل واحد تبع يعني قدرته. من مميزات الدره الهندي انه ثمن رخيص، يعني 3500 ثمن رخيص، انما الدره الامريكي غالي جدا. طبعا الدره طبعا منه انواع كتيره، بنلاحظ مثلا اللاتيني وده بيكون غالي برضك جدا، ممكن يصل الى ثمن كبير. انما ارخص نوع هو الدره الهندي. لما نشوف الدره الامريكي طبعا منه انواع كتيره، يعني منه اللاتيني والالبينو، لكن الدره اللي موجود في مصر هو الدره الامريكي الاخضر، الدره الامريكي الاخضر بس هو دلوقتي اللي موجود في مصر، ونادرا يعني قليل جدا اما تلاقي دره امريكي بيكون البينو او بيكون لاتيني، وده بيكون بقى يعني ثمنه يعني ممكن يصل الى مبلغ كبير جدا، يعني بيصل الى حدود كبيره جدا. فدي مقارنه بسيطه جدا بين الدره الهندي وبين الدره الامريكي. لو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتخبط لنا لايك عشان نستمر بنشر المزيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.